طيب بنبدأ مع بعض. السؤال هنا هوت questions، قلنا يعني ايه notes، كلمة notes يعني ايه هنا بمعنى ها؟ ما هو برضو عايزين نتعلم حتى عشان معاني الكلمات. notes يعني ايه؟ ملاحظات، ملحوظة. اول حاجة بقول لي ايه؟ بص يا سيدي، in most question the first verb comes before the subject. هو انا عندي دايما ايه يا جماعة؟ ها؟ subject اللي هو الايه؟ الاس، صح؟ subject بلس بيجي بعديه ايه يا جماعة؟ verb. طب الفيرب ده له كم حالة؟ حد عارف؟ يا اما helping auxiliary verb. helping verb يعني فعل ايه؟ هنشوف الكلام ده بعد شوية. الفعل المساعد او principal. principal اللي هو ايه؟ اساسي. خلي بالكم. فبقول لي هنا بقى في الجملة in most question، في كل معظم الاسئلة first verb يقصد ايه بالfirst verb؟ اللي هو الhelping verb. ماله؟ comes before the subject، بيجي قبل الفاعل. يعني المفروض بجيب subject وبعدين verb؟ لا، يبقى الverb وبعدين الايه يا جماعة؟ نشوف ونوضح اكتر. في بقى قال لك حاجة، انه في عندي حاجة اسمها yes no question begin with an auxiliary or model. يعني ايه الكلام ده؟ helping يعني ايه؟ model يعني ايه؟ الثلاث كلمات helping auxiliary model بمعنى فعل ايه يا جماعة؟ فنوع اسمه yes no. هسيبكم تنقلوا ما تخافوش كل حاجة، بس ركزوا في الشرح. بعد كده في WH، ما هو الاسئلة عندي نوعين، يعني انا عندي يا اما yes no question يا اما WH اللي هي كلمة what when where اللي تبدأ WH. واخد بالك؟ begin with WH word. WH word زي ايه؟ كلمة what where when. يبقى عندي كم نوع من الاسئلة؟ ها؟ نوعين، yes no و WH. تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ how to form. السؤال بقى how to form. form يعني ايه؟ كلمة form لوحدها يعني ايه؟ form اصلا ممكن تيجي بشكل، فورم تيجي بمعنى نموذج، اما هنا فورم تكون. بقول لك هاو تو فورم كويشن يعني كيف تكون ايه؟ سؤال. بقول لك لكل سؤال ايه؟ اجابه، والاجابه واحد من اثنين، يا اما ايه بقى؟ اجابه مسبوقه بيس ونو، او اجابه بدون يس وايه؟ يعني انا ما ابص على الجمله هل الجمله فيها يس ونو ولا بدون يس وايه؟